بناء على توجيهات معالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط، قام سعادة السيد ناصر سلطان السويدي الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للنفط والغاز بالتوقيع على اتفاقية تعاون مشتركة مع معهد ستوكهولم للبيئة بهدف بناء وإنشاء منصة وطنية معرفية متكاملة لقطاع المياه في المملكة، والتي ستكون مرجعا أساسيا لجميع المعلومات المتعلقة بالمياه بمختلف قطاعاتها. ستحتوي هذه المنصة على نظام لدعم القرارات يقوم بربط البيانات والدراسات والنماذج التحليلية المعقدة وأدوات تحليل البيانات التي قامت بها جميع القطاعات ذات العلاقة بالمياه لتدعم صناع القرار لاتخاذ القرارات المناسبة، حيث ستمكن جميع الوزارات والهيئات الحكومية ذات العلاقة بقطاع المياه بالدخول عليها للحصول على المعلومات اللازمة وتغذيتها بالبيانات المهمة التي تتطلبها المشاريع والمبادرات.